سمع صوت السيارات في الشارع، سمع صوت الريح وهي تحرك في ورق الشجر، سمع دقات قلبك، سمع دقات الساعة على الحيط. في أشياء واجد تصير حوالينا وإحنا مش واخدين بالنا منها مع أنها موجودة، وفي أشياء خارج نطاق إدراكنا. أنت جسمك في الدقيقة ينتج في 300 مليون خلية، قلبك يضخ في اليوم 8000 لتر من الدم، عينك قادرة على تمييز 10 مليون لون، أنفك يميز 10000 رائحة، تتنفس في اليوم 23000 مرة، عظام أذنك تتحرك 20000 مرة في الثانية، مخك فيه 100000 مليون خلية عصبية. أنت عظيم، ربنا صممك تصميم عظيم. مش هذا بس، الشمس تحرق في الثانية 550 مليون طن من كتلتها عشانك، الهواء، النباتات، المية، الحيوانات، البحار، الأسماك، الليل والنهار، كل ما في الأرض عشانك. بعد كل هالروعة ويجي واحد في الآخر يقول لك أنت ما تقدرش. لو توا قلت لك دور لي علي 5 أشياء لونها أزرق في الغرفة حتلقاها بكل سهولة، بتقول لك تعالني هنا لأنك أنت تبي تدور عليها. ما تقعدش واقف في مكانك، اتحرك، كل ذرة في جسمك تتحرك، الكون كله يتحرك وانت قاعد واقف. مش منطق، الأفكار عاملة زي السمك في البحر، لو ما صدتهاش في الوقت المناسب طارت، وإذا ربنا وفقك وصدتها خليها تنضج. فكر أكتر، انجز أكتر، زيد قوتك وحب شغف حتى توصل للي تبيه. أثبت للجميع أن أنت بطل، اتحدى واثبت أنك بتقدر، وتأكد أن ربنا مش راح يسيبك ولا حيضيع تعبك. يقول ابن القيم: لو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل وكان مأمورا بذلك لأزاله. توكل على الله وخذ بالأسباب، وعيش كل لحظة في حياتك كأنها آخر لحظة، واثبت للعالم أنك موجود.